السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في نشرتنا الجوية. استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية معانا نهار اليوم على فترات، سرعة الرياح بتوقع ما بين 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة، فرص ضئيلة لبعض الغبار المثار على بعض المناطق البرية والمكشوفة، ودرجات حرارة حاليا معتدلة ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد، وسماء خالية من السحب أيضا متوقع معانا خلال 24 ساعة القادمة. 24 درجة مئوية حاليا على مدينة الكويت مع رياح شمالية غربية سرعتها 20 كيلومتر بالساعة وحول 25% رطوبة النسبية، ورؤية أفقية ممتازة تجاوز 10 كيلو، أجواء تميل إلى البرودة إلى باردة هذه الليلة، وسرعة الرياح أيضا تتراجع معانا مع الساعات الأولى من مساء اليوم. سرعة الرياح الشمالية الغربية من 12 إلى 32 كيلومتر بالساعة، وسماء خالية من السحب، ودرجات الحرارة منتصف هذه الليلة متفاوتة ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية على المناطق البرية، 16 درجة مئوية على مدينة الكويت، فاوتة ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية على السواحل والجزر. رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام، سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر بالساعة في الساعات الأولى من صباح الغد، وأجواء بتكون باردة مع درجات الحرارة أيضا متفاوتة ما بين 7 درجات إلى 11 درجة مئوية على المناطق البرية، 13 درجة مئوية على مدينة الكويت، وأيضا تفاوت ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية على السواحل والجزر، وتكون الأجواء تميل إلى الدفء منتصف نهار الغد، واستمرار أيضا الرياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة بوجه عام من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، سماء خالية من السحب، ودرجات حرارة أيضا متفاوتة ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد. الأجواء البحرية خلال نهار اليوم توقع أن البحر يكون خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا لكن تراجع ارتفاع الموج من مساء اليوم 2 إلى 6 قدم فترة النهار، لكن متوقع أن تكون ما بين 2 إلى 4 أقدام من مساء اليوم. المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، أداء الفجر الساعة 5:08، شروق الشمس 6:28، وغروب الشمس بمشيئة الله الساعة 5:36. الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، تستمر معنا الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال 5 أيام القادمة، تكون متقلبة الاتجاه يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية يوم الاثنين من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، ومن 6 إلى 22 كيلومتر بالساعة ليوم الثلاثاء متقلبة الاتجاه مع أجواء وسماء خالية من السحب، وأجواء تميل إلى الدفء بوجه عام على معظم مناطق البلاد، 24 درجة مئوية متوقعة لأعلى حرارة، ومن 13 إلى 12 درجة مئوية لأدنى حرارة، واستمرار الرياح الشمالية الغربية أيضا معانا خلال 3 أيام القادمة مع عبور لبعض السحب المتفرقة على بعض المناطق، وأيضا ارتفاع في درجة الحرارة يوم الأربعاء تصل إلى 25 درجة مئوية و23 درجة مئوية يوم الخميس والجمعة، ومن 13 إلى 12 درجة مئوية لأدنى حرارة. استمر معانا الرياح الشمالية الغربية يوم الخميس والجمعة، تراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة، نترككم مع جولة درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.